هذا شوف راس الحصان جبته 4000. جابها فيه جابها فيه. اي هذول في بيسنا هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد من قناه جيم اونلي، وجدت لكم فيديو جديد. بالفيديوهات حنلعب لعبه مثل فومباير بسلسله جديده في سيرفر السيزون. وبالسيرفر هاد شوي الامور اسرع من السيرفرات العاديه. لو بتشوفوا بالسكيلات ممكن انك ترفع سكيلاتك بسرعه. طبعا اللي عم برفعه حاليا هو عن بعد كرامي، عندي البو وصل 900، الكروس بوث 735، الثروينج 750 او حاليا مسمينه البروجكتيل، واللايت ارمر كمان عم برفعه طبعا لازم اكمل عليهم، بالفيزيك كمان لازم اكمل عليه. رحت كنت عم برفعهم للاسف هجموا علي الصينيين في المنطقه هاي، لو تشوفوا كنا عاملين تخت وعم لفلهم وهجموا علي وقتلوني، فرجعت على البيس وكملت الفي الكروس بوث بينما انه يكون في وقت ما يكون في صينيين لحتى نقدر انه نلفل الدفاعات هي. طيب ومثل ما انتم شايفين ليفلي صار 59، ما باقي يعني شيء لحتى نوصل ليفل 60. الليفل سريع جدا هون، يعني ب 59 جبتها هي خلال يوم واحد، والسكيلات هي اخفت مني يوم ثاني كمان لحتى ارفعها. جدا سهل انك ترفع الليفل تبعك. وبس السلسله هي احنا عم نلعب مع احمد من قناه حروب عالميه، هو اللي ماسك الكلان واحنا داخلين نلعب معه ونتونس. ومثل ما شايفين كمان الكلان لحتى ترفع اسكيلات بتحتاج فلوس، والفلوس جدا سهل انك تجيبها بالسيرفر هذا، مجرد ما انك تبيع بالباوندري ماركر بريميوم فلكس بتجيب 140,000 باليوم، فجدا سهل انك تجيب الفلوس وترفع الاسكيلات اذا انتم مثلا كميه من الناس. فالموضوع جدا حلو. السيرفر هذا عباره مو سيرفر انك تعمل امبراطوريه، سيرفر بي في بي، مين يريد الثاني. طيب احنا لما رجعنا على البيس بعد ما كنا عم نلف بالدروع تبعيتنا وخربوا علينا الصينيين، كان في معركه بهادئه بيننا وبينهم، والمعركة هي كانت حماسية جدا، واتمنى نتنال على اعجابكم. فلا تنسونا من اللايك والاشتراك واترككم مع المعركة. والله المعركة برا شغالة، البرج قاعد يضرب عليهم. اوكي الصينيين قاعدين يهجموا زي ما انتم شايفين، احمد كتب لهم ترى الصينيين قاعدين يهجموا للاعداء او للي معانا التحالف الانونيموس. شوف ضربت واحد منهم بالكروسبو. انا والله خوفي اني اطلع واندعس، ترى ما معي ابدا اي طلقة مع اي شيء. السلاح اللي معي جدا فاشل لو تشوفوا، اللي هو الادفانس كروسبو، والطلقة اللي معي ستون، يعني مثل انا قاعد الفل انا الكروسبو، فعلشان هيك ما معي شيء كويس المفروض انه اصنع. حتى دروعي فاشلة. شوف هذاك هو الصين هنيك، مشكلة الشجر هي ما عم تخليني اشوف الاعداء وين بالضبط. في هنيك واحد هو قاعد عم يلفلف وعم يبني البلارات زي ما انتم شايفين. الموقع هذا حلو للضرب، بعيد عنهم بقدر اشوفهم. شوف الكمية البلارات اللي انحطت على الارض. اوه وتحرك باخر لحظة، لو ما تحرك كنا جبنا فيه ضربة. خلنا ازعجهم، انا حاليا نفس الذبابة، شفت الذبابة لما تكون انت نايم تجي الذبابة تقعد تهشها تهشها 24 ساعة، هذا انا يعني في الوضع الحالي انا والذباب اللي قاعد يهشوني هذول. اوف ايش الضرب هذا اللي انضرب. اوه شوف الاسهم الناريه اللي عم تطلع، العاب العيد. الاشجار هي واقفه بطريقي المشكله. دروع ما بحتاج انا لانه دروع، لانه شو اسمه يا ربي، اي لايت ارمر بلبسه بيعطيني نفس الادفانتج. بدك لايت ارمر، تعال خذ هاي لايت ارمر، راح اعطيك اسهم ميتوريك واقواس قوس ميتوريك واحد، تمام خذ هدول. بسم الله نشوف. الله يا عمري يا عمري، السيلفر كولد ارمر يا عمري يا عمري. هذا التضبيط، هذا التضبيط، انا حرمي الارمر اللي معي اصلا بالزباله يا رجل. اوكي معاي انا دراجون تانج البو، زي ما انتم شايفين الدمج تبعه 634، معاي الاسهم دمجها 96، واوريدي انا موصل سكيل البو عندي 900، وهذول كمان يعني 700 وشوي حيفيدوني. ليش رفعت الثروينج والكروس بو معهم؟ لانه حيزيد بالاجيلتي، الاجيلتي مثل ما شايفين كل ما رفعته كل ما الدمج تبعي قوي، فاتوقع احتاج بو ثاني، فخلينا نشوف اذا في بو ثاني. البو هذا ما حيكفي، نكتب كلمة بو، نروح لهون عند الرير وود بو. وين 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 الرير وود بو؟ هذا رير وود بو، نبحث عنه. هذا هو الرير وود بو، الدمج تبعه كم بس؟ خلينا نشوف 710، اللي معي انا 600 وشوي، فهذا دمجه اقوى. فخلينا ناخذ لنا واحد ليفل 30 ممكن ب 25,000، مو مشكلة بس دمجك حيكون حلو. خلينا ناخذه وخلينا نستخدمه إله. الأسهم مشكلة غالية، احنا مو مجهزين الأسهم المشكلة، فهذا اللي خلاني أشتري وأصرف كل هالمصاري عليها، بس مش مشكلة من
نحاول انه لبعدين نكون مجهزين اسهم. احنا ما كنا مجهزين، داخلين جديد على السيرفر وقاعدين عم نلفل ونرفع سكلاتنا، بس لازم انه بعدين نعمل هذا الشيء. انتم شايفين والله شكل الملابس قادح علي، اولو لولو شكل جدا قادح، حق الملابس السيلفر هذه حقت اللايت ارمر جدا حلوه. شفت الحشره اللي هنيك؟ هذاك هو واحد منهم. قاعدين عم يخلصوا الاسهم، عم يخلصوا الاسهم تبع الدفاع تبعنا. اتوقع هو بس مهمته انه يخلص الاسهم علينا. جبته في رجله. انا اللي ابغاه احسنتهم انزل لهم اياه بسهوله، بس ما جاي اشوف وين الاحسنه حاطينهم هم. احنا حنتريد، يبغانا نسوي اسهم ونحط الاسهم في الابراج الدفاعيه حقتنا. ما اتوقع انه يكفي الاسهم اللي فيها، في كل واحد 50 اذكر. اوكي هذا 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 قاعد. ايوه تعال انت وحصانك، تعال تعال انت وحصانك، نزل حصان، نزل حصانه 2000 بس، انزل يا حصان انزل، تعال انت تعال. اوه تحرك على اخر لحظه، معاهم معاهم دروع الجلد ترى، هذا 500، تعال انزل 250. ايش 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 هذا الحركه اللي سواها؟ طار في الهواء. كيف طار بالهواء؟ في واحد قاعد يضرب اسهم ناريه علينا صح؟ يبي يبي بلاك قاعد يضرب اسهم ناريه. بس تعال شيلوه شيلوه شيلوه. ايوه كفو. خلينا نحاول نجيب اللي على الباليستا. اوه جابها فيا جابها فيا جابها فيا. يبغالي اطلع اجيبها بيلي بل. يا ود دمجني لساعة قاعد احاول انه ما اجي اخليه يجيبها فيني، بالاخير جابها فيا. لازم اروح على السريع اجيب هفلي بل وارجع. هم يبغوا يوخروني عشان ياخذوا فرصتهم مع مع الشباب، لانه انا اللي قاعد اسوي الدمج على حسن. فليش قاعدين يسووا هنا؟ اوه 1000 دمج هيد شوت حبيبي حبيبي. اسبن اسبن لا تطلع راسك. اوه نط نط من فوقها. اوف هذاك هو هذاك هو. تعال هرب. اعطيته واحدة 1000 براس زمن ورا الباب ورا الجدار حقه. هذا هو هذا هو. تعال تعال شفتك. وين هربت وين هربت؟ خليك خليك خليك، لا تروح لا تروح. هاي انا مس يو حبيبي، هاي انا مس يو. اوه جاكت ربش ناري، يبغى يجيبني مرة ثانية، يبغى يجيبني مرة ثانية تاقلي. اوكي خلينا نشوف، رجعوا رجعوا. هذا حصان هذا حصان 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 حصان. تعال تعال لا تهرب لا تهرب لا تهرب لا تهرب، خليني اشيل لك حصانه. تعال تعال حبيبي تعال. هرب هرب زبالة المجتمع، هرب. خليك خليك انت خليك. ايوه خليك حبيبي خليك مكانك. وفكر انه البرج اللي طلق عليه، نسى انه انا اللي طلقت عليه. ولا هذا جندي، هذا يمكن ام بي سي حقهم صح؟ ولا واحد منهم، واحد منهم اتوقع. موت موت تعال بس 600، تعال تعال خلنا نذبحك. لا تهرب لا تهرب. اوكي جي جي نزل 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 500 حينزل خلاص حفنشه. هذاك هو هذاك هو 700 5. قاعد يهرب قاعد يهرب قاعد يهرب قاعد يهرب، نزلته بس قاعد يهرب. خلينا نشوف وينه وينه وينه. هذاك هو ايوه هذاك هو. تعال تعال حبيبي تعال، شكلك ناسي انه في حاجة اسمها اسهم هنا. اوه هذا واحد هذا واحد هذا واحد. جبتك حبيبي جبتك تعال. اوه قاعدين يبنوا والله قاعدين يبنوا حمايات. انا حطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق دي بيطلع فوق، خلينا نجيبهم من فوق لانه هذولا قاعدين يبنوا الحمايات هذه وما في مين يوقفهم. هذا يبغى ياخذ لوتو، تعال تعال خلني اعلقك تعال.
تعال انت زابل لي ورا بيلر، يعني ما حشوفك. زابل ورا بيلر على اساس اني ما حشوفه. You don't know who you're playing with. راح تكون قاعد بامان الله قاعد يلفل وفجاه يلقى 50 صيني قدامه. حلو حلو. تعال جبته في رجله، يلا عادي. تعال حبيبي تعال. تعال محمد هنا، تعال فسخيني بسرعه تترحم. تعال وينك انت؟ اوه جبته، اوه جبته كفو. وينك انت؟ على على البرج. انا من هنا جنبك، جنبك انا على يمينك. هذاك واحد، هذاك واحد يب. هذا ما قاعد يموت، هذا اللي معاه الدرع الاصفر ما قاعد يموت. اوه جبته، جبته مع انه لاج. تعال تعال خلنا نبدا فيك من فوق، بعدين روح، بعدين روح لهم رجليه. تعال تعال انت وياه تعالوا. يا الله سكر علي الحيوان، قاعدين يسكروا علينا ترى ما قاعدين نشوفهم. تعال تعال حبيبي تعال، خليك ايوه ابني 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 ابني، كمل بناء. تعال تعال افزع افزع لخوينا، افزع افزع لخوينا. هذاك النيكد، ايه نيكد. How is it with you؟ شفت 500، انا كنت ابغى اجيبها بالنيكد، جبتها باللي وراه. حلو. لقيتها بس. يلا خلينا نضربهم بالاحجار. ايه ارجموهم ارجموهم. اتوقع الحجر يسوي لهم انستيبل، انه لما تجي فيه يتحرك الشخص، فبدل ما يضرب يتكنسل الضرب حقه. تعال تعال انت وياه، تعال انت وياه، خذ حجر خذ حجر. الحجر اولولولو هيل هيل هيل. اعطاني بالفأس حقه، جلدني فيه. تعال ايوه بظهرك حبيبي بظهرك. استنى هذا اللي على تراب، مش اقدر اجيبه الان كده على جنب؟ خلنا نشوف. جبته جبته، قاعد اجيبه دمج، قاعد اجيبه دمج. هرب هرب هرب، ترك التربش وهرب. جبتك، تعال 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 حبيبي تعال. ترك التربش وهو نزل عنها، نزل عنها. اضربني اضربني اضربني، انا ما حترك ما حتركه. ارجع ارسبن، حرجع اجيب البو حقي الوتي كذا، ما حيروح، حكمل عليه. يعني هو حيضرب بتربش وانا حضرب بالاسهم. تعال حبيبي تعال تعال، لقد اتيت الى عمك. شوف شوف صاحبه قاعد يحميه، قاعد يوقف قدامه. صاحبه قاعد يحميه، يوقف قدامه، قاعد يهرب قاعد يهرب قاعد يهرب بالسياره. مو قاعد يهرب لوحده، قاعد يهرب بالسياره حقته. اوه انكسر البو حقي. معي بو ثاني صح؟ يب هذا، هذا دمجه اقل بكثير من هذاك، فما ادري اذا حيسوي دمج حلو. خلينا نشوف، خلينا نجرب حظنا، شوف كم حيسوي دمج عليه. تعال خلينا نكمل عليك حبيبي تعال. البو هذاك افضل بكثير، البو هذا جدا فاشل، جدا فاشل البو هذا. لازم اروح اجيب البو الثاني اللي هو الرير وود كان اسمه صح؟ خلينا نشوف هذا، يب هذا دراجون بو، الرير وود دمجه افضل بكثير. فلازم نروح نجيب البو اللي هو الرير وود. ايوه هذا بو، هذا بو. هنا الدمج الان على طول جاء. اوه حط 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 جدار قدامه، حط جدار قدامه، حط جدار قدامه الحيوان. ياب من هنا ممكن، بس يبغالنا ناخذ جهة حلوة. ولا استنى هذا هو؟ لا هو هناك في تربش ثاني، في تربش ثاني. قاعدين يبدلوا، قاعدين يبدلوا، يعني لما تنزل دم واحد قاعد يقعد الثاني. هذا هو قام، هذا هو قام خلاص من كثر ما نزل دم وقام. المشكلة الآن إنه لازم نحدد زاوية جديدة نقدر نضرب فيها الناس اللي على الترابش علشان نقدر نجلدهم.
واتوقع لو نيجي من قدام ممكن يكون عندنا فرصة انه نجيبهم، بس ما ادري، خلنا نشوف. ما في فرصة. شوف كيف الجدار الكبير هذا اللي حاطينه مشكلة. هذا الجدار الكبير هنا والجدار الكبير اللي من هناك مغطي علينا بشكل مو طبيعي، مو قادرين انه نجيبهم. فافضل حل الان اني اساعد الشباب هنا اللي ما يشيلوا هم الجدران بالتربنش. الشباب شغالين ما شاء الله عليهم. هذا ديبي كمان، ديبي لو تحاول تشيل الجدران اللي غطوا علينا فيها. وانت ما شوف هذه جات عليها الضربات. انت اللي ماسك التربش هنا. اوكي اوكي ليتس جو. شوت شوت، انا واقف قاعد اشوف لك قدام شوي. حلو، هذه جاي تجي على الابراج اللي من الجهه اليمين، اتوقع جاي تجي على الابراج من الجهه اليمين. اضرب واحده زيها. اوكي اوكي كشفت لي الاول، انت على فكره كشفت لي الاول، كشفت لي الاول. هذا انا قاعد اضربه. مساكين هم يمسكوا الترابيش واحنا نمسكهم بالبو. اوكي اوكي قاعد يهرب قاعد يهرب قاعد يهرب. هذا كيف حجيبه الان؟ لازم اوقف هنا. احتجي عليه؟ يب تيجي عليه. جيبك اجيبك، حرك. اوه جبته. ايش اخبارك يا جلدت؟ الله 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 الله، الشباب شغالين. كفو كفو والله، كفو كفو كفو. هي انا قدامي الاعداء ونازلين فيهم، نازلين فيهم احنا. البيلرز اوه بدوا يبنوا بوابة على طول، نخو وبنوا بوابة على طول، مع انه انا في بو وهم باسلحة. هذا واقف عند هذا واقف عند الكابنت حقه. هرب هرب، واقف عند الكابنت وهرب. شيت، بوابة ما لحقت تنبنى، ما لحقت تنبنى البوابة، نزلوها الشباب. عفو والله. تعالوا 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 تعالوا، ايوه خليكم قاعدين عند الكابنت حقتكم، خليكم عند الكابنت حقتكم. تعال لا تهرب لا تهرب لا تهرب. هذه نقدر نفتحها؟ ما نقدر نفتحها لسه. لو نقدر نفتحها والله كنا فشخنا منهم اللوت. جرد اخوي نداء، منو؟ محمد. رن 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 رن. في صيني يرسب هنا، هذا هذا قاعد يشر يلبس. يب يب قاعد يلبس. اهرب اهرب خلاص، انا بدي اشوف وراي بس ما ودي كمان، نفس الشيء ودي ما ودي. انا قتلت واحد، كيف قتلته هذا؟ كيف قتلته الواحد هذا انا؟ ايوه شوف 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 احسن، شوف احسن دي بيرجع، جاوب احسن. يبغوا ياخذوا الاغراض اتوقع اللي في الكمنت حقتهم. تعال انت وحصانك، تعال تعال بالحصان حقك، احنا نشيلك على طول. تعال محمد، محمد كسر، تعال شيل. اتوقع شالوا اللوت، شالوا اللوت شالوا اللوت يب شالوه. في حاجة تضربنا، بنوا برج حماية. ابغى اجيب الحصان حقه. ما لما تشوف حصان يحكك جسمك انت لما يكون معاك فوق. قاعد اشوف راسه، قاعد اشوف راس الحصان. جبته 4000. كفو. هرب هرب. هاي. مسكين مسكين، بس بس شوف حصان كذا على طول يحكك جسمك تشيله. جبته 2000. مسكين حصان وربي مسكين. خبى بالعشب اتوقع الان. ذاك حق الحصان خليه يثبت، هذا هو ثبت. جيبه ثبت يا مدير، جيبه. تعال هرب.
هرب حق الحصان على طول، اول ما يشوف اول ضربه يهرب من ثاني ضربه. مسكين الحصان، وكان واقف كذا في امان الله، جاته 4000 على راسه. الله مسكين، اقول لك الحصان كان لونه بني، قلب احمر. الله، اي هذول في بيسنا هنا هم والله، في البيس عندنا، والله في البيس عندنا، في واحد عندنا في البيس. اذا عندكم اشياء مهمه حطوها في الستيج ستيشن. ايوه فك هذول، امن عليهم يا كبير. البول جديد هذا 100 سهم، 100 سهم. شت هذول صاروا عندنا في البيس، هذول صاروا في بيسنا، دخلوا علينا من فوق، وانا وخرت الدرع حقي اهم حاجه السيلفر. شت هذول صاروا في بيسنا، اقتحموا البيت كله. هم يب يب اقتحموا البيت بشكل مو طبيعي. البيت في برج جوا البيت. الباب ليه تسك الباب يا؟ في برج جوا البيت، في برج جوا البيت، في برج جوا البيت. والله في برج جوا البيت. هربوا 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 هربوا. هذه الادراج اللي فوق، الادراج اللي فوق اللي حاطينها هم على فكره هي اللي خلتهم يدخلوا جوا. يبغى لنا نجيب زياده ارو نحطهم عندنا في البرج الحمايه هذا. خلص الارو حقه؟ لا ما خلص، قاعد يطلق عليهم. ماركت راحت عليك والله. هذول عندنا في البيس. درع درع درع، صح انه مكسر بس يلا عادي، وبريميوم سدل. حلو حلو حلو، ايرون وصل. حلو حلو، هذه حقت برج، نحطها في البرج. اوف كل هذا اكل ووتو. تعال تعال فكك الرسمه من جديد. الصيني مسكين قاعد يكسر الباب، مو قادر يطلع، مسكين محبوس جوا البيس. سكر الباب عليه. خلنا ناخذ الاحجار هذه وبعدين نطلع ننط لبرا. والله ذكرت انه بالحجار، برميهم بالحجار. هو هذا رجم الشياطين. اول يوم احنا حنرجم شياطين. طلع العصا، الحجرة هذه خليه يجي وراك. تعال وراك، تعال تعال تعال، انت رجال في معي طور هنا، مو بس بحجر. زبالة المجتمع انت وياه، ارميكم بحجار يا كلاب. ارميكم بحجار، ارميكم بحجار. انا بقول قول جي جي، وبقوة اقول لك هم جوا واحنا برا. اهم حاجه حميت الدروع السيلفر كلاود، انا حطيتهم بالسي ستيشن والامور تمام، ما حد حيوصل لهم. في واحد هنا قاعد يكسر في البرش، مش خل نطقطق عليه. مين اللي سكر الباب؟ مين هم يقدروا يسكروا الباب اذا شالوا الباوندري ماركر حقتنا؟ ما يقدروا. انا قاعد اضربهم بالاحجار. انا وين عاد انت برمي الجمرات على رمي النظام رمي الجمرات. والله في هنا 37 هيفن ليبل. خلوني افرح بالهيفن ليبل، طيب خلوني افرح فيها. قاعد يلكمني بكوس. Why you do this? Why you do this? Why you running? انا لاحقه بيدي، انا بيدي قاعد اجلده، بيدي قاعد اجلده. اطلع له اطلع له يا شباب، اطلعوا له اطلعوا له. ايوه روح لهناك، بس هناك يستلموك اكثر من برج ذكي. قول له قول له قول له قول له قول له قول له تلويث. وربي تم التلويث وبسرعة. محتاجين باوندري ماركر جديد.
الله هرب 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 سوى نفسك ما دخلت. شوف الأسماء الصينية. الله 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 الله. لازم نسوي رد اعتبار ترى. رد اعتبار الروح الروح حبيبي في نزلته إلا هو تمدود منه. يا أخي حرام عليك حرام عليك التعطيم هذا يا مهندسنا العظيم. اوكي احنا بنينا اربع ابراج جوا علشان تدافع عنا جوا، بس يعني هي دافعت شلنا شويه من الجدران اللي هنا علشان دمجهم لما دخلوا علينا جوا القاعده. بس زي ما انتم شايفين كل كيس من الاكياس هذا شوفوا ما شاء الله كيف مصفوف بشكل جميل، يعني حتى لو انت محاول توزنها على المتر ما تسوي نفس الوزنيه هذه اللي صايره هنا. و ايش هذا اللي صار هنا؟ ايش هذا اللي صار هنا؟ كل شوي عم تكتشف شغله. اوف 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 ايش صار بالبيس؟ يوقع على خلص شويه بالبيس. كل ايش صار بالبيس؟ انا قاعد اورجيكم كميه الدمار اللي صايره، انا جاي اشوف الدمار وصل لتحت على الارض، شوفوا الاحصنه اللي طايره في الهواء ميته. ما حدا ضرب هذا، دمروا الاشياء اللي ماسك البيس، خلاص البيس صار في الارض. يب هم اللي معانا. اوكي اللي معانا هم اللي كسروا اللي فوق، مو احنا اللي كسرنا. كفو كفو، حلو حلو، قلبي يطمئن الان. طيب هم كسروا، احنا كنا قاعدين نشيل الاغراض ونحطها في المخازن، زي ما انتم شايفين البيس مسح حرفيا مسح، يعني بقى عندنا الحلو ايس كونتينر هنا شوية أشياء نصنع. مرة شوف إذا في بيبسي وزر الأرض. خلينا نشيل شوية أغراض من هنا نحطهم في المخازن، يعني نعوض شوية الأشياء اللي في المخازن. أنا كذا ما أقدر أتحرك أبدا. هل أقدر أتحرك الآن؟ نفس الشيء ما أقدر أتحرك. خليني أرمي هذولا، امشي للامام شويه بعدين ارجع اشوف اقدر امسكها. يب اخذتهم كلهم، افتح الكابينت هذا، اول الاغراض كلها هنا. حاليا صار في انقلاب بالجلد. قلبوا الشباب على بعضهم، كله قاعد يضرب بعضه. اوكي اللي صار انه الناس لما دخلوا علينا عشان يدمروا البيس تبعنا هم كانوا مركزين معنا من قدام، ستوقع بعدين في واحد منهم طلع وشاف انه احنا عندنا مدخل ثاني من فوق فدخلوا من فوق، فاحنا كنا قاعدين عم نقاوم تحت وعم نضرب تحت، الا فجأة رجعنا على البيس لقيناهم كلهم صاروا في البيس. السبب انه احنا البيس تبعنا كان له مدخلين واحنا حمينا مدخل واحد وما حمينا المدخل الثاني، بس نو بروبلم يعني عادي متعوضة، وحنقدر انه ان شاء الله نعوض كل شيء راح. واتوقع انهم لساتهم موجودين هون حوالينا، اذا بتشوفوا هم بانين باوندري ماركر هون جنبنا، ما حيوقفوا حيضلوا مكملين هون وحيهجموا. فما بعرف صراحة ايش الخطط حتكون، لازم نتكلم بيننا وبين الشباب ونشوف بعدين ايش حيصير، يعني ايش حنقرر وايش حنسوي، هل حنرجع نبني البيس من جديد ولا شو حنعمل بالضبط. هذا الشيء لازم نقرره مع بعض كلنا. طيب هذا كل شيء لمقطع اليوم، اتمنى يكون عجبكم المقطع. هذا كل شيء لمقطع اليوم، اذا عجبكم المقطع اعطوني لايك، اذا ما عجبكم اعطوني ديسلايك، بس اكتبوا لي في الكومنتات ليش ما عجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس لحتى يجيكم كل جديد عن سلسلتنا الجديدة في لعبة ميث أوف فامباير. وفي نهاية المقطع بقولكم في امان الله.